مساء الخير عليكم، نرحب بكم في حلقة جديدة من حصتكم الأسبوعية ديريات ماي. الحلقة تاع اليوم فيها مواضيع متنوعة، ما تبعدوش بزاف، نعاود نتلاقى بكم جوست ابخي لو سومير. في الحلقة تاع اليوم راح تشوفوا معنا موضوع خاص بالمكياج تاع فصل الربيع، وراح نشوفوا تاني لي ديرنيير توندونس تاع هاد العام. اون كويزين وصفة تاع لو فريزي خطوة بخطوة. ونتعرفوا على لو ديكوراتور دانتيريور شوقي عطية. كاميرا حصة ديريات ما كانت متواجدة في معرض الصناعات التقليدية وتقربت من بعض العارضين. وفي الأخير تشوفوا معنا اللقاء اللي جمعنا مع بطلة الجيدو كوتر وعلال. والبداية راح تكون بالجمال، وبما أننا في فصل الربيع في الموضوع تاع اليوم راح تشوفوا معنا المكياج خاص بهذا الفصل. وكما تعرفوا فصل الربيع المكياج تاعو يكون بزاف صان، ولهذا احنا اليوم اخترنا لكم اون سيونس في الميك اب، وراح تشوفوا معنا لي توندونس تاع هذا العام. شوفوا معنا. شاك سيزون عندها لي توندونس ديالها، سواء في الحوايج لي شوسور وحتى لو ماكياج. اليوم ديستيناسيون لانسيتو لالا راجي، وين ياسمين راح تورينا لي كولور لي راهم مودة الموسم، وتمدلنا كالكوز أستوس باش يدينا ان بون ماكياج. Alors comme vous l'avez lu sur le flyer, l'Institut vous propose plusieurs prestations. Coiffure, esthétique, maquillage. Que fait-on ? Alors moi je serais intéressée par un maquillage tendance qui serait adapté en journée comme en soirée. Voilà. D'accord. Alors il faut savoir que les tendances printemps étant été 2017 sont des maquillages graphiques. Les couleurs assez flashy comme l'orange, le rose et le vert. Moi, je préfère vous adapter un maquillage qui serait plutôt printanier, d'accord, qui resterait printanier, mais adapté à votre teint. Est-ce que cela vous convient ? Bon, c'est parfait. Vous me suivez ? نبداو toujours بلا باز دو ماكياج اللي راح تخلي votre maquillage يدوم اكبر مده ممكنه، وهذا على يد اون بروس كيما نقدروا نستعملوا من ايفونج. Après, on va avec l'application تاع le fond de teint. Li lazem ykoun qrib min lawn el bashara bien sûr, ala kamel el wajh. Bnisba lil aynayn, haddou el hajibayn bach le makyaj yba. Nbdaou daiman bi wada' une couleur nude clair ka asas min batn el ayn ila kharijha. نخيرو دي كولور يكونوا يتماشاو مع موسم الربيع كيما لو بيج لو روز لو بلو كلير الى اخره، هاد المره من خارج العين الى داخله. للاشاره لازم دائما يكونوا الالوان الغامقه خارج العين لتكوين ان ديغرادي دو كولور. اللمسه الاخيره هي وضع اللون الابيض اسفل الحاجب، هذا ما يعطي ان ريغار سوبليم. لو ماسكارا تعتبر خطوة جد مهمة في المكياج، والابليكاسيون ديالو تكون على الشفرة. لو روج ا ليفغ، بما انو موسم الربيع موسم الالوان، دونك لازم نخيرو دي كولور فلاشي كيما لو روز فونسي اي دو روج الى اخره، وكيما تقدروا تمزجو بين الالوان باش يخرجولكم اون كولور اكسيبسيونيل. لو بلوش اللمسة الاخيرة في المكياج بوغ ان تري بو اكلا، تستعمل سواء اون كولور كلير سواء اللون البني بوغ ان افي برونزي، ولا لو هايلايت سور لي بوميت باش يضوي الوجه اكثر ولتحديد ملامح الوجه.
والشواء تاع لون الهايلايت لازم دائما يكون قريب من لون البشره. الخطوه الاخيره والمهمه هي مثبت المكياج ولا لو فيكساتور باش يشد لنا المكياج لو بلو لونطون بوسيبل. Alors, nous avons utilisé deux couleurs, une couleur rose, une couleur pêche et une couleur satinée. C'était des couleurs printanières, d'accord ? Concernant le teint, nous sommes restés sur le ton sur ton et avec des effets un peu hâlés. Concernant le blush aussi, concernant la bouche, nous avons utilisé une couleur laquée pour aller de pair avec le satiné des yeux. سيزون تاع لي فريز اخترنا لكم في حلقه تاع اليوم لا روسيت تاع لو فريزي. نقلنا الى محل حلويات لو بيراميد وجبنا لكم هذه الوصفه. مساء الخير عليكم، معكم باتيسري بيراميد دالي براهيم، معكم شيف رضا. اون فو بريزونت اون ملتيتود دو غاتو هام لي غايتيك. اليوم ان شاء الله نوريو لكم طريقه تحضير هذا لو غاتو لو فريزي. باش نحضروا لو فريزي، اولا لازم نحضروا لو بيسكوي واللي نحتاجوا فيه 500 غرام بياض بيض اللي نطلعوهم بلو باتور حتى يوليو اون ناج. بعد ما طلعنا لو بلون دوف اون ناج، هاولي كيما راكو تشوفوا فيه، نفرغوه لهنا دون ان ريسيبيون. لو بلون دوف تاعنا قاعيتك، نضيفوا لبياض البيض 20 غرام تاع فارينة مع 150 غرام سكر مسحوق و 150 غرام تاع لو بيستاش. برك كي تخلطوه ما تخلطوش بزاف باسكو طيح، باش تقعد توجور عندها لي بول دير تاعها البيسكوي بيستاش تاعكم. نفرغوا هذا الخليط سوغ ان بلاطو اون سيليكون او بيان سوغ ان بابي كويسون. عندكم لهنا دوكا لازم ديروا لو دريساج. كما قلت لكم كملنا دريساج تاعنا، دوكا هنايا عندنا سكر غلاس، لازم نسوبودريو كاع لا داكواز تاعنا لو سكر غلاس باش تمد لها ان ايفي كروكون لا داكواز. وبعد ما قمنا برش لو بيسكوي بلو سكر غلاس، ندخلوه للفرن على درجه حراره 165 وهذا لمده 22 دقيقه. بون عندنا لا دوزيام بارتي تاع لو فريزي، هي لا كريم، لا كريم موسلين. وباش نحضروا لا كريم موسلين، نفرغوا دون زون كاسخول 550 غرام من الحليب ونزيدوا له لا فاني اون بودغ و100 غرام من السكر، وبعد ما نخلطوهم نحطوا الحليب على النار. كيما قلنا لكم دوكا الحليب خليناه يغلي، دركا عندنا لي جون دوف لي 100 غرام اللي قلنا عليهم، نخلطوهم مع لي 100 غرام تاع السكر. لازم ديروا ان ميلونج رابيد باسكو لي جون يكروتيو مع السكر. نزيدو لهم لاميدون مايزينا. هنايا عندنا ان ميلونج اوموجين تاع لي جون دوف لا مايزينا مع لو سكر، وما داروش لي غرومو باسكو نخلطو السكر رابيدمون. دركا نستناو الحليب يغلي تاعنا. بعد ما توجد لا كريم نزيدو لها 85 غرام تاع جيلاتين. نديرو الجيلاتين باسكو هادي لا كريم هادي راح توليكم اون موس لين، لازم لها لا جيلاتين باش تجيلي فيها باش تشد لا ماس تاعنا. و 250 غرام زبده، ونحطوا الخليط ديالنا في الثلاجه وهذا لمده نصف ساعه. بعد ما درنا لا كريم هذيك درناها في الفريجيدار مده نص ساعه، هاي لي كيفاش ولات اون كريم اوموجين. والان نضيفوا لا كريم فريش مع لا موسلين. لهنا عندنا البسكوي تاعنا اللي طيبناه لا داكواز بيستاش اللي طيبناها 22 مينوت 160 دوغري. نقطعوا لو بسكوي ديالنا الى دوائر ونصفوا لا فريز على حساب لو مول. لا كريم اللي وجدناها نحطوها دون اون بوش ا دوز، ونحطوا لا كريم ما بين لي فريز باش هاد لا كريم تخرج مليحه، ونكملوا نفرشوها على كامل الطبقه.
هنايا نحطو لا كريم ندخلوها ما بين شاك فريز و فريز. دون لا فريز كيما قلت لكم كاين دو سور دو فريز، كاين تجي مليحه وكاين اللي تجي معوجه. المعوجه ديروها لانتيريور كيما راكو تشوفوا، والمليحه ديروها لاكستيريور بور ديمونتري لا فريز شابو. ونكملوا كل طبقه تاع لو بيسكوي avec la crème et la fraise بنفس الطريقه. كما راكم تشوفوا هذا هو الفريزيه تاعنا البيراميد. دوك هذا كما راهو لازم نحطوه في الكونجيلاتور باش لا كريم تاعو تشد روحها كيما كانت شايده روحها من قبل. اما بالنسبه للديكوراسيون تاع لو فريزي تولي حسب الذوق ديالكم ولا حتى حسب امكانياتكم. بون مو ميم جوتيليز دو لا بات داموند من الفوق بور دوني لو بيبس او فريزي. بور لا ديكوراسيون ان بو دو بيستاش دي فريز اي دي بيتي ماكارون بور ديكوراتيف. اون كومونس دو ديكور لا بات داموند. باش تحلوها لازم لكم ان بو داميدون سينو تلصق لكم في لاطاب. نحطوا عجينه اللوز على لو غاتو ديالنا ونحيو المول اللي درنا فيه لو دريساج. عندكم هدايا سي لو ناباج ماتر اللي تقدروا تنابيو به لا فريز بور دوني دو لا بريونس على لا فريز. هاوليك هذا هو الكاطو اللي حضرناه اليوم. فاسيل لي ايفيدون افير، تقدروا ديروه في ديوركم. لازم يكون عندكم شويه اكسسوار كيما مول كيما كادو. بوغ افوار دو بلوس دو كاطو فو كونسلتي نوتر باج فيسبوك باتيسري بيراميد. مرحبا بكم ولا بروشين فوا ان شاء الله. مجال الديكور الآن وراح نتعرفوا على الفنان شوقي اللي كان قام بدراسات في الهندسة. شوقي قام بهذه الدراسات لأنه متعلق بزاف بالديكوراسيون دانتيريور، وما يخفاش عليكم أنه هذا الفنان متعلق بزاف بلي بابيون. نروح نشوفوا وشنو هذا السر. اليوم زيارتنا كانت لمكتب الفنان شوقي عطية باش نتعرفوا أكثر على هذا الشاب الطموح اللي حاول يجسد أفكاره من خلال تصاميم فنية مميزة. شوقي عطية أرشيتكت ديبلومي عام 2012، نخدم ديكوراسيون انتيريور و جو سوي ارتيست كرياتور بوليفالون. الإبداع، الفن والإتقان، مميزات اجتمعت في التصاميم والديكورات اللي قم بها شوقي عطية في هواية كبرت معاه منذ الصغر. بدايتها كانت عن طريق ديكور حائطي بلي بابيون نواغ، وكانوا الأبوين أول مشجعين له. ما عندوش مدة باسكو كان يمشي فيا من بكري ملي كنت صغير، مي ما عندوش بزاف ملي بان للناس برك. التشجيعات اللي تلقيتهم بزاف بزاف كانوا من لي بارون تاعي ربي يخليهم، هما اللي شجعوني ووصلوني وراني دو. اي فنان في الجزائر وكما نعرفوا باش يسجل حضوره ويبين موهبته هي اصعب خطوه بالنسبه ليه، لهذا شوقي عطيه ما ضيعش اول فرصه اللي سمحت له باش يبين اعماله للجمهور. لورلوج ميوزيك كنت راح نهديها لواحد صاحبي، كنت راح نتلاقاه في باب زوار في سونتر كوميرسيال. افيك ان بو تو تار تلاقى جست لا غالري تاع باب زوار تاع دوزيام ايتاج. الغاليست امال شافتها، الا انسيستي قالت لي انت لازم تيكسبوزي. قلت لها ماشي بيدي ماشي موالف ولا، قالت لي دبر راسك لازم. ديكو كان صاحبي سنيك، هو سي ان ارتيست كاليغراف، كان راح يكسبوزي. دونك بروغرامتنا كيف كيف، دونك كانت اكسبو كوليكتيف، جو ماتوندي با باش تكون هكذا. الفنان شوقي عطية يستعمل عدة أشياء في تصاميم الديكور، يعتمد فيها على البساطة والمواد المسترجعة. ديسك فينيل عندنا لو بابي نتريتيه، لو تيسيو تريتيه،
وعندنا ثاني لي با لي بلونش دو باليت، عندنا لي كانيت، وكاين ميم دي ماتيريو مودرن كيما البليكسي غلاس كيما لا ريزين، وين نستعمل تقنيات حديثه. شوقي عطية والكرسي جمعتهم حكاية جميلة، تمكن بواسطته من وضع لمساته الفنية بإبداع فائق تعكس أفكاره، وجعل من الكرسي الرث تحفة فنية. الكرسي حكايته حكاية، جبته لقيته في باركينج شادين به ستاسيونمون، دونك جست في الليل، في الليل قاع عرفتو باسكو كان مرمي، كان في حالة مزرية، عاودت صبغتو. هذه كانت لافي تاع ليكسبوزيسيون، صبغتو كوبيتو ديكليني ولا ديكليني باسكو كي شفتو ديجا فلاشيت عليه، جاتني ليدي تاعو تاع الروح تاعو كيفاش تخرج منه، لا مانيير كيفاش كان مكسر كانت مليحه، كانت تخرج عليا انا، دونك خدمتو وكان هو لا بيس اونيك تاع ليكسبوزيسيون. الكرسي هذا شغل مات خلاص، راح يموت شغل بعد ما خدم حياته كاع، دوك راهي الروح تاعو اي تخرج، سي سيمبوليك بركه. الان شوقي راهو يحضر لي تصميمات جديده اكثر ابتكارا من السابقه. ليكسبوزيسيون جديده جيساي دو ديفلوبي ان بو، يعني دو باسي دو بلون 2D او بلون 3D في سي دي سكولتور، سي دي انستالاسيون نوفيل اللي راح نديروهم ان شاء الله في مي. طموح الفنان شوقي ما توقفش فقط عند ليكسبوزيسيون والديكورات المنزليه، وانما فكر في تعليم هذا الفن من خلال الورشات. فكرت ندير ورشه تعليميه، بون انا مازالني نتعلم باش نعلم الناس، مي جاوني دي بروبوزيسيون من لي اسوسياسيون اي تو، وانا جو سوي اوفير ا تو لي بروبوزيسيون، يعني نورمالمون هاد الايامات فيها ورشات ان شاء الله. ولما سالنا شوقي عطيه على سير الانسبيراسيون في صنع الاشياء كان هذا رده. انا نحب الموسيقى، الى ريماركيتي بالك 80% من لي زوفر تاعي سون تانسبيري دو لا ميوزيك، دونك لا ميوزيك سي تو في حياتي، جو براتيك ان بو لا ميوزيك مع لاغ و لاركيتكتور، سي با سورسيك على بالك. لو بابيون هو ما يميز معظم ديكورات شوقي عطيه، واللي يعني به عده اشياء. هذاك لو طابلو اسمه ميوز، هذاك سي تان طابلو اللي مخدوم بلي باليت، سي دو ريسيكلاج، اللي متنا الشخص يخمم، اون بيرسون كي سانسبير. Au fait, c'est un artiste. Hadak le tableau smo héritage. Héritage, c'est un tableau classique. Li medit habit medlo chouia vitalité, les papillons dorés. Les papillons dorés, hna ymetlouna la fortune. Donc, habit nhi le style classique blemsa moderne. Les horloges, c'est ce qui est différent. Kain la radio, kain la musique, tour du monde, the world, la fiesta. وكاين تاع الجزائري. وهاد لي بابيون لي مثلوا لا توش تاع شوقي عطيه ما توقفوش فقط في لا ديكوراسيون، وانما ينوي استخدامهم في عده مشاريع اخرى. الاشياء اللي نصنعها ما حبستش غير في الديكوراسيون، ان شاء الله كاين بروجي تاع فاشن في او نيفو انترناسيونال، وراح يدخل لو كونسيبت تاع لي بابيون في لي روب لي اكسسوار ان شاء الله. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مجلة زيريات. زيريات، مجلة المرأة. إلى الفن، إلى الرياضة، والآن راح نتكلم على واحدة الرياضية الجزائرية اللي شرفت العالم الجزائري في مختلف المناسبات. هذه الرياضية هي بطلة في الجيدو، حصلت على عدة ميداليات. حصة زيريات ماك جمعها بها لقاء وجابت لكم هذا الروبورتاج. ولا الكوثر بطلة الجيدو عدة مرات، شامبيون دالجيري بليزيوغ فوا، شامبيون دافريك، اون ميداي دو برونز لي جو ميديترانيان، شامبيون عرب. ان شاء الله يا ربي يكون عندي الحظ ان شاء الله نبارتيسيبي لي جو اولمبيك ان شاء الله.
صغيرة جيتي غارسون مونكي الوغ مي بارون حبوا يدخلوني هذه الرياضة الجودو باسكو علاش فيها لي كومبا فيها هذيك كيما نقولوا حنايا فيها الحرارة اي بان دخلوني والحمد لله طلعت لهم سوا الاسم والال سيدي والال طلعت علامة تاع الجزائر الحمد لله يا جزائر يا ورده الروح نحلم نجي يوم عطر الحب يفوح بروميير اونترينمون جيتي اغريسيف وحبيت جيدو ثاني اكيد ضربي منا منا حتى ونشوفي تشوفي زعما دي زاتليت لي ضربوا لي طلعوا علامة تاع الجزائر تقعدي تشوفي فيهم وتمنيت تكوني كيما هما سيتي انا النهار كي بديت انا نطلع منها سيتي سليمة سواكري هي اللي كنت نشوفها ونتبعها كنت نقول ان شاء الله نكون كيما هي ان شاء الله الجيريان دي السيد وبيان دي نو الجيريان دي موا كو تو ميم فو كنت نجي لهنا سيتي مون كوتش سعود عمر اونترينور اللي خرج كاع الابطال سي بيان سليمة سواكري سي بيان سعيدي كاينه كان بزاف اغريسيف معانا كان اغريسيف بزاف معايا اي بان وصل وين حاب يشوفني وصل وش حب يخرجني خرجني والحمد لله ونشكره سيتي خلاص كبرت في السينيور نشفى رحت قلت للشيخ سعاد قلت له شيخ قلت له خلاص فوالا راهي سليمة سواكري هي اونترينور في جي اس بي فوالا نروح قال لي فازي ما في على بالي وناك يا رايحه لا بروميير ميداي ديالي سيتي في الكاميرون نهار كي طلعت فوق البوديوم شفت الناس كيفاش طلعوا كيفاش وقفوا على الاناشيد الوطني تاعنا ما تقدريش تصوريها ما تقدريش قاعد تصوريها قايتك كي تسمعي تشوفي علم بلادك يطلع واعر بزاف 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 واعر بزاف ان شاء الله نتمناها لكل واحد سفريت وي وتعبت وخرجت وش حبيت ومازال عندي غاب ان شاء الله نحقه النجاح هذا ما يجيش هكذاك باسكو نهار كي تدوقي لا بروميير ميداي وتطلعي فوق البوديوم ويطلع على بلادك توجور 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 تحبي تزيدي تنجحي تحبي تزيدي تافونسي وهذا الشيء ما يجيش هكذا يجيب الخدمه ولو كوراج ثاني هذا كل حاجة هذه فضل ربي سبحانه والدية ولي زونترينور اللي تعبوا معايا ملي كنت صغيرة والناس اللي تحبني ودعمتني باش ندير هاد الشيء قايتك للتذكير أن كوثر وعلال كانت قد كرمت من طرف مجلة الزيريات بمناسبة عيد المرأة الفارط وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أنها رمز من رموز رياضة الجيدو بالجزائر وطلعت علام بلادنا تحيا الجزائر اي بون فيت بور توت لا فام الجيريان واش هدرت كاع في الروبورتاج هدايا سي فري تعبت ونهضر اما فاصون سوفريت جي باسي دي موفي مومون مي الحمد لله الاعلام تاع الجزائر طلع هذا ما كانش نقول لكم اي بون فات ونحبكم الكلكم ادعوا لي بالخير هذا ما كان اي جو تام مامون جو تام اي جو تام Dites-moi, madame, vous êtes fière de votre fille ? Eh bien, je l'ai déjà dit, alhamdoulilah. Elle n'a pas terminé ses études, mais elle a eu quand même son sport. Là, le drapeau de l'Algérie dans le monde entier, hein? Ça fait plaisir. À son âge, ah ben oui, elle est presque vice-championne du monde dans quelques temps. Allah yibarak. Merci beaucoup, madame. احتضنت الجزائر أسبوع الفارط الصالون الدولي للصناعات التقليدية هذا الصالون اللي دام أسبوع عرف تواجد العديد من الحرفيين الجزائريين وحتى حرفيين أجانب أما عن شعار هذه الطبعة كان التعريف بالثقافات الإفريقية والعربية كان
كاميرا حصة زيريات ما كانت متواجدة في أروقة هاد لو سالون وجابت لكم هاد لو ريبورتاج. الطبعة 21 من المعرض الدولي للصناعات التقليدية المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري من 23 إلى غاية 30 من الشهر الفارط وفر عدة منتوجات تقليدية من مختلف دول العالم، إضافة إلى كل ما عنده علاقة بالحرف التقليدية اللي تزخر بها بلدنا الجزائر. التظاهرة عرفت مشاركة عارضين من 61 بلداً عربياً وأجنبياً، وهذا تحت شعار التعريف بالثقافات العربية والإفريقية بمشاركة لوفد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية واللي كانت ضيفة شرف هذه التظاهرة. مشاركة الصحراوية في هذا الصالون 21 للصناعة التقليدية الصالون الدولي بالجزائر لم تكن وليدة اليوم، إنما هي المشاركة الثانية والثالثة على ما أظن، لكن التميز في هذه المشاركة هو اختيار الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ضيف شرف لهذا الصالون، وهذا أكبر مكسب للقضية الصحراوية. مشاركة الصحراء الغربية تميزت بعدة صناعات تقليدية حرفية وفنية وحتى صناعة تقليدية في العطور والزجاج والخشب والجلود، وهذا بغرض إبراز الهوية الثقافية للصحراء الغربية. حضور أو ربما زيارة الجزائريين أو إقبال الجمهور الجزائري على الجناح الجمهورية العربية الصحراوية كان لا بأس به، وكان في مستوى الحسبان، بل كان أكثر من تطلعاتنا، حيث أن كان الإعداد لا بأس به ما شاء الله، كما أن كذلك الناس لديها اطلاع مهم عن القضية الصحراوية. التراث الفلسطيني كان حاضرا هو الآخر في المعرض، وهذا من خلال لباس تقليدي ومختلف المجوهرات والحلي اللي تميز المرأة الفلسطينية. نحن متعودين دائما نشارك في المعارض، يعني المعارض هي بتخدمنا كثير بنشر هذا التراث. الزي الشعبي الفلسطيني يمثل جزء من بلاد الشام، ما يميزه هو طريقة التطريز والألوان بالنسبة للزي النسائي، وحتى المجوهرات تعد جزء لا يتجزأ من التاريخ الفلسطيني، تسرد حكاية الشعب وتراثه واللي نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير. إقبال الجمهور اليوم مع أنه في برد كان رائع، يعني إقبال جميل جدا بالنسبة لينا، وطبعا دائما بيهتموا في هم في يعني فلسطين، غير تقولي فلسطين هم يتوشوا يدخلوا يعني للمكان تاعنا، يشوفوا الملابس، يشوفوا المجوهرات، يعني اشتروا حتى مننا كثير، فيعني شيء جميل جدا. إقبال الحرفيين من مختلف ولايات الوطن ومن عدة دول أخرى، الهدف الأساسي ديالو كان تسويق المنتوجات وتعريف المواطن الجزائري أكثر على مختلف الصناعات التقليدية الجزائرية والعالمية بالدرجة الأولى. نحن نخدموا لابوزايك دو فير فسيفساء الزجاج، يعني فما إقبال كبير، خاصة كي بدلوا الهول، معناها كنا في جناح آخر العام اللي فات والعام اللي قبله، سنا بدلوا الجناح الرئيسي، ثم إقبال باهي، الجزائريين يحبوا المنتوج التونسي، يحبوا المنتوجات متاعنا، الحمد لله. Je représente le Sénégal. Alors on a amené des trucs typiquement artisanal. Par exemple, on a des robes qui est faite à la main, les colliers en tissu qui est fait à la main, des sacs qui sont faits à la main, tout est typiquement sénégalais. C'est la énième fois qu'on vient représenter le Sénégal. À chaque fois, il y a la foire internationale, la NART, on vient exposer. On est vraiment heureuse d'être ici. زربية أم البواقي تمتاز بالصوف الحرة وبالألوان الطبيعية وحتى بالرموز المتعددة اللي تدل على الهوية الجزائرية. احنا جينا اليوم باش نشاركوا في المعرض الدولي، وهذه شرف لينا، يعني ان احنا نكونوا من بين الناس الحرفيات، يعني اللي راهم يشاركوا باش يبرزوا صناعة تقليدية للولاية والجزائر ككل. وحنا اليوم جينا شاركنا بالزربية، زربية أم البواقي، صانعة الزربية والحلفة، الخيمة، سبقة طبيعية، البرنوس، القشابية، كل ما يخص الصوف والحلفة. الزائرون أبدوا من جهتهم إعجابهم بالمنتوجات المعروضة بكل أنواعها واللي لفتت انتباههم بدرجة كبيرة، وقاموا باقتنائها بهدف الحفاظ عليها إما كذكرى جميلة أو تقديمها كهدية للأشخاص المقربين إليهم. عجبتني المعروضات التقليدية كامل، عجبتني، ويعني والله يبارك، وحاجة يعني تقليدية تاع الجزائر اللي يحب يعني يجي يشري هذو المعروضات، حاجة شابة يعني معروضات لبس بها، وخاصة هذو تاع
يعني اللي عنده الحفلات اللي عنده كش حاجه يصيبها هنايا. My name is Fatima. اسمي فاطمة من تركيا. سمعت عن هذا المعرض عن طريق أشخاص. أعتقد أن المعرض جميل جدا، يعكس ثقافة الجزائر وأيضا الثقافة الإفريقية. رأيت عدة أشياء ومعروضات التي كنت أجهلها عن الثقافة الإفريقية. والآن راح نشوف أهم المواضيع اللي كانوا في مجلة زيريات لهذا الشهر. في مجلة الديريات في نسختها العربية لهذا الشهر تجدون: في ركن جمالك نصائح لتجعل أحمر شفاهك سحري ومميز. وللواتي تعانين من تلف الشعر تقدم لك المجلة فوائد نبتة الصدر وطريقة استخدامها. ملف عن واحدة من أبرز المشاكل الشائعة ألا وهي العنف ضد المرأة. أما في ركن نفسيتك عالجت المجلة هذا الشهر الضحك وكيف يلعب دوره كعلاج نفسي. ومن أجل مراجعة جيدة لأطفالك، إليك سيدتي أهم الخطوات التي تحدد مستقبلاً زاهراً لإبنك. في ركن المجتمع تجدون الأسباب التي تشغل المرأة عن الإنجاب. ما حقيقة الوحمات التي تظهر في جسم الأطفال؟ وحم أم مجرد وهم؟ الإجابة تجدونها في ركن زوم. وفي تغذية فيتامينات تواجهين بها الأنيميا. أما امرأة الشهر فهي فايزة عوينة مديرة جمعية نشاطات الشباب. وفي ركن ديكور كيف تجعلين حديقتك جنة خضراء بلمسة مميزة. وفي الأخير نصيحة هذا الشهر متعلقة بطريقة الجلوس الصحيحة التي تحميك من آلام الظهر والمفاصل. مجلة زيريات متوفرة في كل الأكشاك. مشاهدينا نكون قد لحقنا إلى نهاية هذا العدد، ما بقى لي غير نشكركم على المتابعة، وما تنسوش تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وتالي تقدروا تشوفوا كامل الحلقات اللي فاتوكم على قناتنا في اليوتيوب. هلا بزاف يا وحبا، سلام.